يا ابراهيم الوليه اللي اسمها اشجان دي من ساعه ما رجعت وهي خانقاني. ليه كل شويه اشوف لي توشكا؟ انا عايزه توشكا. ما على قدك، انا عندي تصوير ليل نهار داخل خارجي، ولو اتاخرت الاستوديو ايه يا اشجان؟ تعالى عشان عايزاك. طب اروح التصوير واجيلك؟ لا دلوقتي حالا. ماشي روح استلقى وعدك بقى. ما تعمل عم عرابه على الصبح، حوش عبيدك عن عبيدك. رحنا وجينا وحلوينا. هتكتب عليا وتأيد الوضع على اسمك امتى يا توشك؟ ايه الوش اللي على الريق ده؟ يعني انت طول السنين اللي فاتت دي ولسه ما عندكيش غير النغمه دي؟ يا بنت في نغمات تانية نزل السوق وبجنيه. انا ما عنديش غير النغمه دي. بقول لك ايه، ما تفكك من اللي في دماغك بقى عشان تبقى الحياه لذيذه وعزيزه. بص انا دلوقتي مش فاضي، عندي شغل، اخلص واجي لك بالليل بقى على رواقه عشان نظبط بعض، بقى لنا كتير قوي ما ظبطناش. هو ده كل اللي يهمك؟ لا سالت عني رحت فين ولا جيت منين؟ ولا الواد اللي كبر ده ما يعرفلوش اب تاني؟ الواد يا وليه ده، انت كنت مثل اعلى الخيانه الزوجيه. ده انا اعرفك كنت متجوزه حنفي كبد، يعني كنت على ذم الجحش. والجحش طافش وطلقني غياب يا اخويا، وبعدها بكام شهر حبلت في الواد، ومحدش كان داخل وخارج عليا غيرك، ومحدش كان بينام. علي علي ازيك يا علي؟ امك دي مثل اعلى والله. تعالى ازيك يا علي؟ ازيك يا عم توشك؟ ازيك يا حبيبي؟ عم توشك ده ايه؟ عم توشك ده علي وحشتني والله. مش طمني يا حبيبي، انت كنت فين المده دي كلها؟ كنا عندي. ادخل الاوضه عندي في شوكولاته كلها. جريه اشجان، انت خرست الوقت ده ليه؟ ما تفطميني بقى، ايه الفوله؟ كنت بتعملي ايه السنين اللي فاتت دي كلها؟ اتجوزت يا توشك، كنت عايز نعمل ايه وانت ما عندكش تمن علب السجاير؟ وانا من حق اعيش؟ انا مره ملياس زي، والبضاعه انت عارفها معينها كويس. صحيح، ابانش البضاعه الا بعد حبل ورضاعه. عايزين نعين بقى قمر. لا وحياه امك، ما هتشمني ولا تشوف ضفري غير لما الواد ده يبقى ليه اسم. مش كفايه بيعايروه ومسمينه علي اشجان؟ خلاص نسميه مجدي اشجان.